علاقات تاريخية وأخوية تجمع مصر وقطر منذ عقود، حيث تقوم على التقدير والاحترام المتبادل وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من التقارب بدعم من القيادة السياسية في البلدين، بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين. على العموم، للمزيد حول العلاقات بين القاهرة والدوحة نتابع مع هشام عبد التواب. إليك هشام. أهلا بك لما، وشكرا جزيلا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن علاقات أخوية تاريخية تجمع بين مصر وقطر منذ عقود، فعلى مر التاريخ حرصت الدولتان على أن تكون العلاقات الثنائية مبنية على التقدير والاحترام المتبادل. إذن الزيارات المتبادلة بين زعماء البلدين عكست أهمية واستراتيجية العلاقات بين القاهرة والدوحة في ظل الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين والشعبين الشقيقين، خاصة في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية. ركائز رئيسية تعمل الدولتان على البناء عليها لدفع العلاقات قدما إلى الأمام عبر التنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية، كما تتشارك القاهرة والدوحة الإيمان في أهمية تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، ما يعد نموذجا في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. إذن جسور الأخوة والصداقة بين البلدين تمتد في مختلف المجالات، إذ تنظم العلاقات بين البلدين جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشمل القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية أيضا، بما في ذلك تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والتعاون في مجالات النقل الجوي والشباب والرياضة، فضلا عن التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى التعاون الثقافي والأثري وفي المجال الإعلامي والصحي والبيئي أيضا. وفي هذا السياق يكثف البلدان الجهود الحثيثة لتحقيق مزيد من التقارب بدعم من القيادة السياسية في الجانبين من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا ملحوظا، حيث تعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر، كما تشكل تحويلات المصريين العاملين في قطر أهمية كبيرة لتدفقات النقد الأجنبي لمصر. تطوير العلاقات المصرية القطرية على أسس وطيدة في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية يصب في مصلحة الجانبين، كما يعمل أيضا على تدعيم الاستقرار في المنطقة العربية، لا سيما في ظل استدارة السياسات الخارجية لعدد من الدول والقوى الإقليمية واحتواء تداعيات التحديات الدولية. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول العلاقات التاريخية الممتدة منذ 50 عاما بين مصر وقطر، والتي تستند على أسس وطيدة تربطهما في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، والآن نعود إلى لما جبريل. لما هشام، بشكرك شكرا جزيلا على هذا العرض. شكرا لك هشام.